السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. أصدقائي رجعنا لكم بشرح جديد وشرحنا اليوم عن تطبيق نوميرا، واللي هو أقوى وأفخم برنامج ملك الأرقام الوهمية. فاليوم راح نشرح عنه، بس قبل ما نبدأ بالشرح يا ريت الكل يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس، وعلى بركة الله نبدأ بالشرح. أصدقائي أول شيء ندخل للبرنامج. تمام يا أصدقائي، طبعا هذا البرنامج حصرا بده رقم تستلم عليه أكواد. تمام يا صديقي، يعني رقم وهمي ما يمشي الحال، بدك رقم حصرا تستلم عليه أكواد. ليش رقم تستلم عليه أكواد؟ لأن وقت تجمع 400 نقطة وتسحب رقم فراح يطلب منك رمز التأكيد. فمن البداية لازم تحط رقم تستلم عليه أكواد، وعلى بركة الله نبدأ بالشرح. أصدقائي، طريقة تجميع أو عفوا طريقة شراء الرقم من تجميع النقاط. تمام يا أصدقائي، مثل ما تشوفون عندي 8814 نقطة من أصل 400 نقطة. تمام يا أصدقائي، فإذا بدكم أعمل مسابقة على قناة التليجرام اكتبوا لي تحت في التعليق علشان أعمل المسابقة. صدقا بالله صار لي أكثر من 3 أشهر بتجمع فيهم لحتى أعمل لكم مسابقة على قناة التليجرام، وبتمنى تتفاعلوا وتحطوا لايك لهذا الفيديو. وراح أحكي لكم شغلة في وسط الفيديو، تابعوا معاي. وبصراحة أول مرة يعطونا مكافأة بهذا البرنامج، شكرا لبرنامج نوميرو. طريقة تجميع النقاط، أول شيء عندك 15 إعلان من هذا الخيار، بتضغط عليها كل يوم تشاهد 15 إعلان تحصل نقاط. وعندك تحدي الألعاب، وعندك المزيد من تجميع النقاط. تمام يا أصدقائي، عندك تسجيل دخول يومي، وعندك عجلة الحرب، وعندك صندوق المفاجآت. شو اسمه صندوق المفاجآت؟ صندوق المفاجآت لازم تجمع باليوم أكثر من 60 نقطة وتيجي تسحب اللي فيه نصيبك، يعني أنت وحظك. طبعا 12 ساعة يوم كامل. طبعا أنا داخل على تسجيل دخولوني حاصل نقطة مثل ما تشوفون، يعني لمدة 7 أيام بالتسجيل. بعد ما تكمل التسجيل بيعطوك 3 نقاط هدية. تمام، الآن بنخرج. تمام يا زوراي، عندك عجلة الحظ يوميا بتضرب 3 ضربات مثل ما شايفين، هاي انتهينا منها. كمان بنخرج منها كمان، وعفوا عندك المشاركة على الفيسبوك بالأسبوع بتشارك 3 مرات. تمام يا صديقي، بترجع للوراء، وإذا اشتريت نقاط طبعا عفوا كيف بتشتري رقم؟ بتضغط على أحسن رقم أمريكي، بتضغط عليه، بتضغط نعم، بتشتري هيك رقم. فاحنا ما راح نشتري. تمام، راح احكي لكم شو صار معي ببرنامج نوميرو. بضغط على منتجاتي، ارقام هاتفي، وهون راح تكون المفاجأة. اصدقائي صدقا بالله صدقا بالله هذول الرقمين انا ماني مشتريهم. تمام يا أصدقائي، هذول في عجلة الحظ ضربت 3 ضربات. أول ضربة أعطاني رقم، رديت شهادة إعلامي، ضربت الضربة الثانية أعطاني رقم ثاني كمان. يعني لو أضحلكم في الشرح، هاي هي المفاجأة. أعطوني الرقم الثاني، شهادة إعلامي أعطاني رقم مثل ما تشوفون. خلونا نرجع للوراء. طبعا ما بدنا نطول معاكم، مثل ما شفتوا في
رجع الفيديو من وراه وشوف. تمام؟ فاليوم راح نفعل رقم منهم، واكتبوا لي في التعليق اذا بدكم الارقام تنزلهم على قناة التليجرام، اللي بده يكتب بالتعليق. تمام؟ بس راح افعل الواتساب والتليجرام، بننقل معاكم الرقم. تمام يا اصدقائي، بنتوجه لتطبيق الواتساب. تمام يا اصدقائي، رمز الدولة هو 1، والان بنقل الرقم 567. سمية 3. سبعة 1 6 2. سبعة 1 6 2. تمام، نعطيه التالي. تمام، إذا ظهر التالي لك الرسالة يا صديقي تعطي موافق، ما بتعمل شيء، بتنسخ الرقم وتروح الواتساب. تمام يا صديقي، بتعطي الرقم نسخ وبتعطي التاني، ومثل ما تشوفون انحلت معنا هذه المشكلة. الآن بنضغط معه، ومثل ما تشوفون الرقم نظامي كأنه رقم حقيقي، يعني مش وهمي. تمام يا أصدقائي ويا أحبائي، الآن راح نتوجه للتطبيق. وعندك كمان في خيار إضافي، بتضغط لتحت، وإذا عندك مفعل هذه الخيار بتلغيه. ليش؟ لأنه راح يجدد لك الخدمة بدون إذنك، وبتعمل على الخيار الرقم الثاني كمان. مثل ما تشوفون تجديد الخدمة تلقائية مفعلة، فراح ألغيها. يعني نكون صريحين معاكم، وين راح نلاقي الكود؟ بنتوجه هنا، سماح، ومثل ما تشوفون رمز الكود هو 6 8 3 7 5 8. 6، عفوا خليني انقل الرقم معاكم. 7 5 8. ومثل ما تشوفون اكتمل التحقق، ننتظر عليه. فراح نكتب الاسم ضروري، دقيقة بس. تمام، ومثل ما تشوفون فتح معانا التطبيق بكل سهولة وببساطة وبطريقة شرعية. مثل ما تشوفون الرقم، عفوا، كأنه في تحديث في قلب التطبيق. ما بعرف والله تحديث جديد. ومثل ما تشوفون هذا هو الرقم أمامكم. تمام يا أصدقائي، الآن راح نتوجه لتطبيق التليجرام. راح نروح الواتساب، نتوجه لتطبيق التليجرام. عفوا، الآن فضيت رقم للنسخة وبنعطي الرقم لصق. تمام يا أصدقائي، وبنعطي التالي وبنعطي نعم. تمام يا أصدقائي، ومثل ما تشوفون
الحين راح يصل لنا الكود. هنروح لتطبيق نوميرو، نحدث، او مثل ما تشوفون لسه ما حدثت، اعطاني الكود 8 1 6. ومثل ما تشوفون فعلنا التليجرام. ومثل ما تشوفون فتح معانا تطبيق التليجرام برقم وهمي أمريكي. مثل ما تشوفون نهايته 162. تمام يا أصدقائي، ولهون بنكون وصلنا لنهاية هذا الشرح. بتمنى إذا عجبكم هذا الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا راح أحكي لكم معلومة، مثل ما قلت لكم في بداية الشرح، إذا بدكم أعمل مسابقة على رقمين لازم تكونوا متواجدين في قناة التليجرام وتتفاعلوا على هذا الفيديو، تكتبوا لي 5 تعليق على الفيديو لأنه راح أسحب الرقم من التعليق. تمام يا أصدقائي، وهي هي قناة التليجرام. تمام يا أصدقائي، هاي هي قناة التليجرام اللي راح أعمل عليها المسابقة رقمية. وإذا ما متكم على راحتكم اكتبوا لي كمان في التعليق، وهذا اللي جرى. تمام، راح أبعثكم رابط القناة في صندوق الوصف.